استقبلت الدكتوره رشا راغب المديره التنفيذيه للاكاديميه الوطنيه للتدريب فؤاد بغدوده والد لاعب المصارعه احمد فؤاد بغدوده بمقر الاكاديميه حيث ناقشا تفاصيل برنامج الرعايه المقدم للبطل المصري ولغيره من الابطال المصريين بالالعاب المختلفه وقد ابدى السيد فؤاد بغدوده عن سعادته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للرعايه المقدمه الى نجله.